أرنوب، اذكر لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أرنوب رسام. نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة، هل هذا ممكن؟ أرنوب رسام. ابدأ على مهل، إنه شيء سهل، بقلم وورقة هذا هو الحل. أرنوب رسام. أرنوب ارسم لي نميرا. رائع. مرحبا أرنوب. مرحبا يوكو. أهلا أصدقائي. عرزال جميل، أليس كذلك؟ بلى، إنه جميل. مياو مياو، جميل جدا. من كان هذا؟ إنه قط. لا تخاف، كيف حالك؟ مياو بخير. إذن هل تريد اللعب معنا بالعرزال؟ مياو أود ذلك، ولكن لا أستطيع. سأساعدك، اصعد وسأعاونك. مياو لا أستطيع، لا أعرف كيف أستخدم مخالبي. لا بأس، أنا ليست لدي مخالب للتسلق. ولكن عندك أجنحة. أرنوب كيف نساعد القط؟ حسنا، لنعلمه التسلق. لن أستطيع التسلق أبدا. القطة يمكنها تسلق الشجر لأنها من السنوريات. وما هي السنوريات؟ فصيلة حيوانات كبيرة وقوية كالأسد. حقا؟ نعم، وأعرف من السنوريات من يساعدك. انتظرا هنا، سأعود. هل تعرفون سنوريات أخرى؟ نعم، هناك الفهد. هذا صحيح يا أصدقائي، والنمر أيضا، وهو من السنوريات. هل تريدون رسم نمر؟ نعم. لرسم نمر أبدأ بقمة رأسه وأذنيه الصغيرتين، بعدها أرسم خدين. سأرسم نقطتين لعينيه، وأرسم الأنف بمثلث مع خط صغير في الأسفل، وابتسامة لطيفة كبيرة ليكون ودودا. بعدها أرسم ظهره وأكمل الخط للذيل. وأطرافه، هل أرسمها؟ نعم يوكو، إنها كبيرة جدا ولها خطوط في نهايتها. واحد، اثنان، وهذه المخالب، ثم أرسم البطن والأطراف الأمامية. ثلاثة، أربعة. أحسنت يوكو. والآن حان وقت التلوين بالأصفر. لكن أرنوب لا يبدو شكله كالنمر، لأنه ينقصه شيء هام. خطوطه. أحسنتم. مرحبا أصدقائي، أنا النمر. مرحبا، أنا أرنوب، وهذه يوكو، وصديقنا القط يريد مساعدتك. مياو. مرحبا. صحيح أن السنوريات تستطيع تسلق الشجر؟ نعم صحيح، انظر. المكان مريح هنا. السنوريات إلى كثير من النوم. ياو، هذا صحيح يا أرنوب. هل رسمت لنا نميرا نشيطا؟ لا تقلقي يوكو، سنبدأ الرسم. لترسم نمرا ابدأ بقمة رأسه، ثم أذنيه صغيرتين، بعدها ارسم خديه الكبيرين. ارسم نقطتين للعينين ومثلثا للأنف، ثم ابتسامة كبيرة. ارسم الظهر ثم الذيل.
أرسموا أرجله الخلفية، بطنه، وأرجله الأمامية، وخطوطا صغيرة لمخالبه. فيما بعد يمكنكم تلوينه. لا تنسوا رسم الخطوط. مرحبا، أنا نمر. أهلا نمر. أشم رائحة سنوري هنا. أهو مختبئ؟ أتمنى أن يزأره لأسمعه. إنه صغير وظريف. هل تستطيع مساعدتي؟ لا أعرف كيفية استخدام مخالبي للتسلق. بالتأكيد، بالتأكيد، لأن أفراد الفصيلة الواحدة يساعد بعضهم بعضا. سترى ما يمكن للسنوريات فعله. يمكنك هذا أيها القرد. تمسك جيدا، هيا تسلق بسرعة. هيا. أحسنت أيها القط. والآن إذا أردتم رسم نمر فافعلوا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أرنوب. إلى اللقاء.